والله ندير ما هو وزن الجباية المحروقات في ميزانية الدولة من 2014 إلى 2015. عفوا نصلح واحد الخطأ. هيا الله نشوفوا سي تبون تأثير الجباية تاع المحروقات على الميزانية في الدولة. في 2014 الجباية تاع المحروقات لا فيسكاليتي بيتروليير هي 37% من ميزانية الدولة. 2015 36.8%. في 2016 35.4%. في 2017 تزيد إلى 39%. في 2018 41%. في 2019 40% من الجباية الإجمالية للدولة الجزائرية تجي من جباية البترول من المحروقات. وفي 2020 على حسب راهم يقولوا على كل حال 34%. يعني ما عدا تقريبا 2020 رحنا في منحى تصاعدي تقريبا 39 41 40. وهذا تبون بغى يفهمنا باللي في غضون 2020 يعني في 6 شهور غادي هذه تهبط ل 20%. كيفاش؟ قال لك شو هذا هو التحدي اللي داروا حتى حنا نديروا هذا التحدي. ما كان خطه عمل، ما كان استراتيجيه، ما كان والله كان حتى كنت خطه عمل كما قلتها في بدايه الفيديو، والله كان ما يكونش فيه تغيير جذري لهذا المنظومه الفاسده في الجزائر لن تقلع الجزائر. لان اذا عندك رئيس يخلط بين تقدر تغلط، بصح غلط من قبل، غلط قال عائدات على المنتوجات الزراعيه 25 مليار، من المفروض انه المساعد ديالو ولا بصح لا نشوفوا انه يعتمد هذاك الخطا، يعني راه يكذب. يعني وزير ولا رئيس ما يعرفش بين العائدات والمنتوج، هذا بغى يخرج الجزائر من الغرقه اللي راها فيها. هذا راه بغى يرجع التاثير تاع الجبايه البتروليه ال 20% في غضون 6 اشهر. بون بالك في 2021 هي وكيفاش يعني ناس يعني ببلدان كبرى باش تحقق لك يعني نقطه 1% ولا 2% يعرق باش يلقاها يعرق. هذا باغي يفوت من 40% ل 20% في غضون 6 اشهر. كيفاش؟ ما على بالناش. تحدي تاع الشهداء، وعلى هذا نتقسوا الشهداء كيفاش داروا.